Hello grade 4. اليوم راح نكمل آخر فكرة بدرس المالتيبليكيشن اند اتس بروبرتيز اللي هي compute as fast as possible، يعني بدنا نحسب بطريقة تكون سريعة. يعني بدي أعمل عملية، بس العملية اللي بدنا نعملها تكون مبسطة قد ما فيها. كيف راح نحل؟ في عندنا كذا فكرة، فيها راح نمرقهم كلهم بالشرح. أول شيء عندنا هون أنا 5 times 2 times 36. اول خطوه بعملها اني انا اضرب بمالتيبلز اوف 10 او اشوف اللي الرقمين اللي بيطلع جوابهم مالتيبل اوف 10. عندنا مثلا 5 تايمز 2 نضربهم ببعض، اول شيء 5 تايمز 2 ايكوال 10، وال 36 ما اشتغلنا فيها بتضل 36. صار عندنا 10 تايمز 36 اخذناها بالكمبيوت منتلي، اللي هي عندي انا 0 1 بنقول الصفر، وعندنا 1 تايمز 36 36. هاي compute as fast as possible بعيد. بضرب الرقمين اللي بيطلع جوابا multiple of 10 like 10, 20, 30, 40 etc. بعدين بنحط الجواب، والرقم اللي ما اشتغلنا فيه مش بننسى، بنرجع بننزله حد الجواب اللي طلع معنا. طلع عنا 10 times 36 خدناها بالcompute mentally، بنحط الصفار عندنا 0 1 حطيناه، 1 times 36 36 معناها طلع الجواب عندنا 360. Part B 50 times 2 times 513. نفس الطريقة بنضرب 50 times 2 100. كيف ضربناها منتلي؟ حطينا الزيرو هون بتاعت ال 50 و 5 times 2 100. اللي ما اشتغلنا فيه اللي هو ال 530، معناها نحط times 500 13 equal نفس الطريقة الكمبيوت منتالي. هون عندي صفرين فبنحط بالجواب صفرين، 1 times 513 يطلع الجواب 51300. 2 times 5 times 10 times 358. هلا أنا في عندي 10 جاهزة هون فخليها ما بنشتغل فيها، في عندي 2 times 5. 2 times 5 equal 10. اللي ما اشتغلت فيه اللي هن ال 10 وال 358 برجع بكتبهم ما بننسى ولا واحد منهم. تايمز 10 تايمز 358 عندنا 10 تايمز 10 تايمز 358 بنرجع بناخذ ال 10 تايمز 10 100 ايكوال 100 تايمز 358. اذا عم نلاحظ انه انا باخر مرحله من الجواب عم يطلع معي فكره الكمبيوت منتلي، اللي هي نحط الصفرين تعون ال 100 و 1 times 358 الجواب 35,800. 2 times 3 times 20 times 50. هلا رح أعطيكم طريقة ثانية، خلينا ناخد كل الأفكار. فيني أضرب أنا الجوابين اللي رح يطلع عنا هون ببعض اللي هي multiples of 10 20 times 50. أنا انتبهت لها لأنه قريبة على 5 times 2. 5 times 2 10 20 times 50 كمان قريبة عليها، وبنضرب 2 بال 3 2 times 3 دغري بضربهم ببعض هون وهون ببعض. 2 times 3 6 بنختصر خطوة على حالنا. times 20 times 50 يعني 20 عندها 0 وال 50 عندها 0 فبنحط الصفرين بتاع 20 بتاع 50 و 2 times 5 10 صار الجواب 1000. 6 times 1000 equals 6000. هون بنكون اختصرنا على حالنا خطوات. اذا فينا نحسن نحل بالطريقه هون، نمسك كل رقمين مع بعض واللي ما بنشتغل فيهم ننزلهم حدهم، وفيني اشتغل انا اختصر على حالي وقت واختصر على حالي تعب. نقول 2 times 3 بسيطه رقم صغير 6 20 times 6 ضربتهم ببعض. ليش؟ لاني انا تذكرت فوق انا ضربت 5 times 2 10 معناها كمان 20 times 6 رح يطلع من المالتيبلز اوف 10. نيجي على بارت اي اللي هي 5 times 64 times 20. نضرب ال 5 times 20 كيف نضربهم؟ بنحط الزيرو تبعيد ال 20. هلا احنا صرنا ملاحظين انه اكثر شيء عم يطلع عندنا 2 مع ال 5، 50 مع 2، 20 مع 50، 5 مع 20، يعني عم يطلع معنا ارقام قريبه على بعضها. 5 times 20 حطينا الزيرو تبعيد ال 20 و 5 times 2 100 times اللي ما اشتغلنا فيها هي 64 بنقولها 64 equal 6400. نقلنا الصفرين تبعون ال 100
وحطينا 1 times 64 64. 5 times 541 times 8 times 10. كتروا الأرقام. هون شو عندنا؟ نضرب ال 5 بال 8. الأرقام الصغيرة بعضها. 5 times 8 equals 40. واللي ما اشتغلنا فيه اللي هي times 541 times 10. نرجع عندنا خطوة بعدها رح نضرب ال 40 بال 10. 40 times 10 equals 400. نقلنا ال 0 تبعت ال 40 وال 0 تبعت ال 10. و 4 times 1 4 معناها 40 times 10 400 times الرقم اللي ما اشتغلنا فيه اللي هو 541. هلا كيف رح نضرب ال 400 بال 541؟ أول خطوة رح أعملها إني أنا أنقل الصفرين تبعون ال 400 هاي الصفرين وخلص من كنسل منهم نشيلن. بضرب بلاصة عندي 4 يعني رح أضرب ال 541 times 4 نعملها عملية صغرنا العملية بدل ما أضرب ال 400 رح نضرب بال 4 بس إني مجرد نقلت ال 4 541 times 4 عملية multiplication 4 times 1 4 4 times 4 16 4 times 5 20 plus 1 21 يطلع الجواب 2164 ما بننسى الصفرين اللي عندنا هون 2164 يطلع الجواب عندنا هون 216400 آخر واحدة رح نأخذها اليوم اللي هي 5 times 4 من ضمن ببعض 5 times 4 20 عم نلاحظ أكثر شيء عم يتكرر معانا دور الضرب تبع ال 5 5 times 4 20 times 67 نفس ما عملت فوق هون كرمال ما أضرب ب 20 ويكبر الرقم وتكتر العملية عنا ننقل الصفر تبعت ب 20 ومنكنسلها منشيلها بقي عندي 67 times 2 على جنب 7 times 2 نضرب 2 بال 7 وبال 6 2 times 7 14 2 times 6 12 plus 1 13 يطلع الجواب 134 وفي عندنا الصفر هون 134 يطلع آخر شيء الجواب 1340. Thank you for watching.